قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. قلت لك ما باقيش تجي لعندي. تسنى غير تسنى تسنى. عرفتي شنو؟ انا غير ما كنطاطق شي انايا. دابا غتمشي كيف حالك؟ جوج دابا هي خليني نشوف واش غيدير معاك. مسخه ولا البيضاء؟ ليك هاك. وهذا ديسير من عندي. ولا سير شمت شي في بلاصه اخرى. طقمني 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 طقمني
مزيده بالهروب تيري نحدك يصعب لي واش البوليس معايا انا غنقول لي شنو قال لك هاد القران ديال راسك وحق الله العظيم الا كيصحاب لي واش البوليس وزيدها بالحلوه ما حشمتيش واش عرفتي راسك معامل هذا راه الروخو سامح لي سامح لي هاد المره صافي انت اللي قلتي لي ندو نعطيهم فابو تيتبلاو وديك الساعه نخدموا على خاطرنا وتبليتي انت وليتي كتبيع وكدير الفلوس في جيبك لقيتي هاد الفابور مسلكك والله المعلم ما كاين لا فابو لا والو اقول لي اطلقني نجبد لك الحصيصه هي كلشي عندي هنا اقول لها اطلقني طلع واطلق مني انت انا المعلم حتى انا غندوقك مشي حاجه غادي تعجبك لا المعلم لا لا المعلم لا لا طلق مني طلق مني طلق مني لا نهار كبير هذا شكرا وعيقتي ما تزيدش في عمرك كتعرف ما عمرو تيجي في الوقت لا 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 ماشي عادتو المهم شو باباك انا شي في الكوميساري سي كمان مرحبا خويا مرحبا بارك الله فيك حبيبك حجة مبارك مسعود اتصلتي بخوك اتصلت بيا ولكن ما كيجاوبش شوف شوف عاود اتصل بيا نرتاح صافي يسمعنا حتى يا خويا الله يعطيكم الصحة السلام عليكم ماما فين خويا فين عروسة سيدنا مرحبا مباركم سعود لالا منال الله يجعل كل شيء مباركم سعود ودابا عاد كي جيتك جيتيني معطلة صاحبي ياك واش كاين بعدي بنت ميرسي مباركم سعود الله يحفظك عقبة ما نكون معك ان شاء الله لا لا خويا دخلتي للحبس انا ما فيا ما ندخل شي حبس لا وليدي حتى انت باغي نفرح بك ان شاء الله ياك صرنا عمر بنات هاد النهار ماشي مزوج صح لا انا ما نزوجش تنفرح بخويا الصغير نبيل الفن ديال العائله يا راه الدراري بالراحه يا هيا كاين الجثة مرمية وها هو الصياد اللي خبرنا بغيت تجيبوا لي تقرير الطبيب الشرعي
وكذلك جميع المعلومات على الضحية في أقرب وقت، وحتى الشاهد يدوز للكوميسارية باش نحققوا معه. يلا في أقرب وقت. سينابي، عارف انك انت وخطيبتك بغين تفرغوا باش توجدوا داركم، لكن الوقت ما كيرحمش. معليش، حتى العمل مهم. انا تنتيق فيك وتنتيق في الكفاءات ديالك، لهذا غنكلفك بهذا الملف. هذه القضيه شطناني بزاف، وعندي اليقين التام انك غادي تحرك قسم مكافحة المخدرات. مكافحة المخدرات؟ دخول. ما نحتاجش نقدمكم لبعضياتكم. إحلام، سعيد، السي نبيل. السي نبيل، مبروك مدتي. الله يبارك فيك. مبروك. السي سعيد، راني كلفت السي نبيل بالملف اللي عندك، نبغيك تعاون معاه. وحتى هذوك الملفات القدام نبغيك تعطيهم له باش يدرسوهم. حاضر نعم سيدي. الو حنان. نعم سي عمر. حنان الله يخليك، تصوبي دور ميسيون عيطي لي. شكون؟ ميلود ها هو هنايا. عيطي له ميلود. نعم السي عمر. زيد شوف با ميلود، الله يخليك، حنان هتاك الورقات ونبغي صلاه توصل للمولاه في الوقت كيف العاده، ومن بعد سير عند وليداتك. وراك عارفني السي عمر، دقه دقه. عارف اللي كاين. هاك تردو في جيبك. لا واه السي عمر، لا واه كتحشمني ديما دي السي عمر. واش دير هادو في جيبك وعندك تنسى مين توصل تصل بحنان. الله يخلي لك الحاجه. امين. الله يرحم الوالدين. يلا الله يعاونك. الله يعطيك الرزق، الله يعطيك التيسير. الو حنان، الله يخليك، شي كاس القهوه. ميرسي. عويشه مازال هنا؟ كنصوب القهوه لسي نبيل. عاوتاني بغى قهوه، قلت له نصوب لك حتى وما بغاش. صافي بنتي سيري، هذا وقتك انا غنتكلف فيه. واخ. سلام. سلام. خويا نبي الله يعاونك. حفظك. شتكون قلت الكوميساريان؟ دير شاد الملفات هادو. هادو العصابات ديال الحشيش، عاود دارو خبلة في البلاد. الحشيش؟ كيفاش داك الشيء حشيش؟ ايوا خوك قول له في لابريكاد دي ستوب. قدا العفريت هي تهلا فيك النسيب. الحاجة ولدك راه دبر عليه الكوميسار. هسي شوف، انا ما كيدبر عليا حتى شي واحد، شفتها بدراعي. اه عارف فيك. حتى انا ولدي ما غيمشي حتى يولي كوميسار ان شاء الله. السلامة ودي. الله يرضى عليك. وفين القهوة ديالي؟ ما كاينش قهوة، من الصباح وانت قهوة، كارو قهوة كارو. ماما عطينا القهوة. والو. عيشة. عيشة مشات. شرب عسل. شرب الليمون يحسن لك. خذ. اه ودي فيها نشرب. اه قول لي جبتي التصاور ديال الخطوبة خوك؟ والله ما ساليت، نمشي نجيبهم بالله، غدا إن شاء الله يكون عندك في الصباح.
ايوا الحاجه زبيده كانت تهترف في الخطوبه دخوك. قلت لها بسم الله الرحمن الرحيم كي شفتيهم كيف تخليهم؟ قلت لها في وجهها ولي لا قلتها في خاطري. قول لي انت ما بغيتيش تشوف شي بنت الناس؟ اي والله يسهل دعي معنا الوالده. يا ربي تسهل عليك. الله يحفظك يا ربي امين. انا بغيت شي وحيده بحال منال باش نقلها زينه، ولكن كاينه منال وحده كاينه في الدنيا يعني كاينه غير منال وحده العفريته. لا نوض والله حتى تنوض بحدايا. نوض بحدايا ماما قول لي نوض بحدايا. صافي خلي خوك يخدم. وهادي سون غيدي انت انت الوي يلاه هاك شرب عسل ماما الله يحفظك. هاك النساء اي شويه اي شويه اي شويه. كيفاش انا جاي ما تعشاش معنا؟ لا نتعشى معاكم. تبارك الله عليك. نعم ضل عادي منحشو مالك تعطلتي بزاف لك وسحب لي ما غاديش نهائيا. واش انا نقدر ندوز ليلة بلا ما نشوفك وانت متاع في الصوت ديالك؟ دابا الصوت ديال دابا هو اللي جايبك ياك شمع بغيتي نهار نغني لك فيه. ما تغني لي نغني لك داكشي اللي ما قديتش نقوله. الله يجاني نتيق والله العظيم ما بقيتش كنتيقك ما كنتيقكش نهائيا وحتى الحساب تلفي معك والله. إوا لا تلف لك الحساب عاوديه من الأول. ما كرهتش عرفتي عمر ما كرهتش نعاود معك حياتي كلها من الأول حتى الآخر. بصح وحاولي علينا غير وحدة وحدة. ما انت سيدي روحي حدا حولها راسك بشويه باسكو لا سواري توجور لونغ. ايوا المهم دابا ما غاتلاش معايا للدار؟ ما كرهتش غدا عندي خدمة بزاف وخصني فيها قبل بس باغي غادي من كديرها ليا ولكن على خاطرك غنخشي ان شاء الله. رجعنا الملفات ديال المخدرات كاملين وصلنا للمعطيات مهمه وكتلخص جوج ديال النقاط. النقطه الاولى هي ان الضحايا كتربطهم حاجه واحده التعاطي ديالهم المخدرات وهذا الشيء واضح في التقرير ديال الطب الشرعي. ثانيا الضحايا العمر ديالهم كيتراوح ما بين 18 و 24 سنه وهم في اغلبيتهم تلاميذ ولا طلبه ديال المدارس. كاين اللي باقي كيقرا مالوغوزمون الاغلبيه خرجوا من قرايتهم. الخلاصة وهي أن العصابة حاولوا يخلقوا سوق وفعلا توفقوا أنهم يخلقوا المستهدف كان هو الشباب ديال البلاد والبداية كانت بالتلاميذ والطلبة. من هنا خصنا نبدأ بتحقيق ديالنا وما نحتاجش نأكد لكم أولادنا كنضيعوا فيهم هباء كل نهار كنلقاو جوج تمرمية وهذا الشيء راه بزاف وما نخبيش عليكم المسؤولين ما مرتاحينش والرأي العام ما ترحمش. خصنا نواجهوا هاد المجرمين باش ما كان ونوقفوا النزيف. شوفوا شغالكم. مرسي.
نبيل الا احتاجتني انا موجود في اي وقت. رحمه ماين حميده لالا. اي اختي رحمه شوفي شي ناس بغاو. السلام عليكم لالا. وعليكم السلام. البركه في راسك. مشى معك باسل. البركه في راسك لالا. مشى معك باسل. قولي يا شريفه ولدك شكون كيدير؟ كيفاش اش كان تيدير؟ زعما بغي يقول لك واش كان كيقرا. وراه سيدي سولوني ديك النهار وقلت لهم راه كيقرا. اييه هادشي كتقولوه نتوما ولكن الحقيقه راه ماشي هي هادي. وحسب المعلومات اللي عندنا ولدك ما كانش كيمشي يقرا. وانا لالا راه كان تيقول لي راه كيمشي يقرا. واخا كانوا كيجيو عنده الدراري يصحابو للدار. يا سيدي كانت الدار ما كتهداش من الدقه. وعلاش؟ حيت مسكين وليدي الله يرحمه كان عزيز على الكبير وعلى الصغير. وفي خبرك هذاك الشيء باش مات؟ حرام ابنيتي حرام. عمر وليدي مسكين ما دار شي حاجه في فمه وسولوا باه هو كاع واش يكذبوا على بنادم حتى في قبره. صافي راه حرام هادشي. اسمحي لنا لالا والبركه في راسك. حرام والله ما ينادوا من قرا عباد الله. واش الدري مشى لقبرو باقيين تابعينه؟ والله العظيم الا حرام. هادشي كيبان لي غير تضيع الوقت. واش تضيع الوقت؟ واش غادي نعاودو ننكت من الاول؟ واش فيها نعاودنا من الاول؟ ولا عندك شي مانع؟ ما عندي حتى مانع. نبيل ما تخافش عندي السمية ديال صحابها. مع دوك غير بشويه. ها لا السلام عليكم. وعليكم السلام. جوج درهم كوكو. نعمست جوج درهم كوكو. واخا نعمست. نعم احنا واعيين بهذا الخطر ونهار على نهار كنلاحظوا بان التلام ديالنا كيتخلفوا على الدروس ديالهم وقرايتهم. الوالدين كيتشكاو وحنا ما يمكن لينا شيء نراقبوا التلامذ داخل المؤسسه وخارج المؤسسه. ولكن احنا محتاجين التعاون ديالكم السيد المدير. ايوا هذاك الشيء اللي كنقيلوا نعملوا. انا شخصيا ما يمكن لي شيء نقبل يوقع لي شي حاجه في هذه المؤسسه ديالي لانه ما يمكنش هذا. واحد المره تفضل جبت معايا التلاميذ اللي طلبتوا تشوفوا مساله المدير. واش شفتوا المصير ديال اللي ما كيبغيش يتبع الطريق المستقيم؟ شحال من مره نبهناكم، شحال من مره نقريناكم وليناكم وقلنا لكم اشياء، ولكن نتوما كتسحاب لكم بالله. حنا كنبغيو نحدوا من الحريه ديالكم. الا سمحتي يا سيد المدير، حسب المعلومات اللي توصلنا لها نتوما صحاب حميد. ايه كان كيقرا معنا ولكن ما كانش صاحبنا. وزيدونا استاذ راكي عارفه الليسي عامر بالتلاميذ. انا ما كنسولش على التلاميذ اللي في الليسي. السؤال ديالي محدد، واش نتوما صحاب حميد سلك او لا؟ قولوا اللي عندكم ما تخافوش. واخا شكون فيكم اللي كان كيمشي معاه للدار؟ شكون اللي كيخرج معاه في الزنقه؟ شكون اللي كيحفظ معاه؟ شكون اللي كيمشي معاه للقهوه؟ شكون اللي كيلعب معاه البيار؟ تكلموا مالكم ساكتين. كاين لا بيار لا والو، راه حدنا حد الليسا. سرحنا في التيرمينال مزيرين في قريتنا. لا هذه حالتي كيقرا. معليش خليهم يمشيو يكملوا قريتهم. تفضلوا يلا سيروا الاقسام ديالكم. يلا زيدوا.
سيدي شكرا، سمح لنا على هذا. شكرا انتم وحنا في الخدمة. شكرا. لا لا، قول لي هاد البراكة هادي فوق شوية. أنا من 68. 68؟ من 68 حنا كناكلو في طرف ديال الخبز. أنا تبارك الله شحال فهمك؟ لا بغيت نقول نعم سيدي باللي الوالد الله يرحمه ويوسع عليه هو اللي كان فيها قبل مني، وراك عارف الظروف والمعيشة غالية. أنا مست دابا هاد البراك ولاو كيتوارثو؟ لا غير كناكلو من طرف ديال الخبز. راه داك الكوكب. واخا نعمس. الدرهم الجوج الله يخلف نعمست الله يقول خير. هاد الليسي كيفكرني في ايامات القرايه. قالوا لي كديري الشعر شويه، باش عرفتيها؟ زعما اون في ايكيب، المفروض نكون كنعرف الناس اللي خدامين معايا. ولكن حاجه ما فهمتهاش، من الشعر البوليس كي درتي لها؟ هذه قصه اخرى. الوالد ديالي كان عسكري، كانت كتعجبني فيه بزاف واحد الحاجه، لا سونسيبيليتي. اي فوزي لا غير اي بلوري فاسيلمون. باقي عايش؟ الله يشافيه. عم دار خرجي حاجة؟ كل شي ساكت. انت؟ كل شي سبق الميم. واخ ما بغاوش يضرب خاطرهم غيضرب القانون. واسمي والعون هاك 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 العوني اطلع. نعم جبد الرخصه ديالك. الشريف انا راه ما كنبيع لا زريعه لا وما انا الاساس هنا. ها واش حتى الاساس هنا؟ انا اللي كنحب جبد الرخصه ديال العساس. ما عنديش خلاص صافي. مرحبا الوالدي، انا مروق بلاصتي على الوالد. الله يرحم الوالد. شاف حق انا الكوميساريه، حق انا الكوميساريه. حتى بعدا مدوخني. كيفاش عندك الكروسه ديال الحلوه والزريعه وقادر تعيش جوج عيالات؟ خديجه الاولى ما ولداتش وخديت السعديه. والسعديه ولدات؟ السعديه ولدات وحتى خديجه. ايوا ما غاديش تقول لي بلي الكروسه ديال الزريعه والحلوه قدرتي تعيش خديجه السعديه وعرمه ديال الدراري. غادي تخرج من رونتك الا بغيتي تبقى بهذيك الكروسه بلاصتك، والا راه ما غترجع لا لخديجه ولا للسعديه. شنو قلتي؟ ما عند الميت ما يقول قدام غسالو. البيكالات والماطر حاضرهم؟ هما اليوم ما حاضرهمش. والله العظيم الشريف لا حاضر البيكالات والماطر. الشريف؟ شفتي عليا قبه؟ اسمعني مزيان، هادوك البيكالات والماطر شكون اللي كيجيبهم؟ الجنون؟ لا الجنون ما شفتهمش. كضحك معايا؟ واش كضحك معايا؟ اسمعني مزيان وشوف هنا، غاتصور هادو كتعظمو اليوم؟ كيفاش انا؟ كتعظمو اليوم؟ شوف هذا، شوف هنا، هذا هذا حتى واحد ما كتعرفو. انا كنهضر معاك وانت كتشوف غير. شوف هنا عينيك هنا، يلا طلق راسك. هذا هذا شوف كتعرفهم. قولي انت واش عندك شي رخصه ولا غير كتجي وتحط؟ سيني يا سيدي وانا كنحط كروستي قدام المدرسه، ما عمر شي واحد قال لي خصك رخصه. وانا اليوم كنسولك على الرخصه، عندك؟ ما عنديش يا سيدي.
كتعرف هذا؟ ايه كياخد عندي الديطه. سميتو؟ ما عرفتش كيعيطوا له. ما كنعرف. واخ هذا كتعرفو؟ السوابق ياك خنزة كتقول عفى الله عما سلف. والله العظيم شوية الله يلعف علي الله بالله. ودابا خدام على الوالدين. الوالدة عيانة والوالد راكد علي نصو. داكشي علاش خارج كنضرب في السروية. مسكين بقيتي فيا. واخا واش كتبيع الدراري في الليسي؟ كنبيع لهم الشاف والمسكة والفانيد والزريعة والمناضة. صافي صافي مناضة رجوج اسمع بيني وبينك ما سمعنا حد. شحال كتبيع لهم الكاس؟ واش غادي نقول لك الشاف؟ جوج دراهم الكاس. جوج دراهم الفلاكه تصور. شوف هنا ديال التلاميذ. اه نبغي كل نهار يكون عندي تقرير احلام هاد التلاميذ فين كيمشيو مع عشرين فين كيعيشوا. اوكي انت سعيد نسقهم 24/24 ها ولكن ما تدخلوش حتى تعلموا. صباح اش هادشي؟ سيني البنت سيني البنت اصاحبي سيني البنت زيد تاكل سعيد بخير. نبيل خويا ها شوف الحاجة قالت لي والو وليدي نبيل خصو اليوم جمع لك الكسكسو زيد تاكل زيد هاك هالبن 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 سير سير دخل دخل بسم الله. خطة تغيرت البوليس حالين عينهم على المدارس وطلقين الشمشامة ديالهم في كل بلاصة. قوموا وزعوا السلعة كيف القاعدة ولكن ماشي كيف القاعدة حيت لي فراس الجمل فراس الجمال فهمتوا؟ الله يعاونكم. عمر شتك ما معايش اليوم؟ كيفاش ما معكش؟ هاد اليوم ما فكرك في والو زعما؟ نسيت والله الا نسيت. انا عارفه بلي ما عندكش في البال بارك على خدمتك وعائلتك فهمتي ماشي مشكل. انا لا كنت في معاك ما نسيت والو. عقلتي نهار الاول اللي تلاقينا هنا يا عمر
انت شمال من الاحسن تبعدي، ولكن المشكله هو القلب ما كيشاورش. يلا للي بهذه المناسبه فين بغيتي نمشي نحتفل معك؟ فين ما بغيتي، المهم عندي سيدي ونكون معك. حلو من اللهو والشرار. كتجيب هادشي هضر شوف فيا مين كتجيب هادشي اسمع عندك جوج حاجات باغي تبات هنا كنهضر معاك باغي تبات هنا ها هضر الا قريتي غادي تمشي لداركم تبات في داركم كنهضر معاك ما كتسمعش كتجيبو مين كتجيبو راس قاصح ياك راس قاصح كيجي كاتشي بغي تجاوبي شوفي الا ما غاديش تجاوبي غير غتقلي على راسك عارفين بلي اللي كيستعمل هادشي كيعاقبوا القانون ويلا عاوتينا غتخفي العقوبه على راسك واخا جيسبر شوفي هادو دي فوتو كتعرفي شي واحد فيهم
اللي كيبيع لكم. هذا كتعرفو؟ هز عينيك. واش كتعرف هذا؟ سي عبد الصمد تلميذ كوالو لسان تيه ارتاح تيه بلاتي الشاب بلاتي كان عارفه هو اللي كيبيع لينا. شنو هو؟ هو اللي كيبيع لينا. حميد كيبيع لكم؟ اش هذا؟ هذا كش تهدر له المحضر تيه. إذن حميد اللي كان كيبيع لهم. وي شي اللي اعترفوا به التلاميذ. راني خبرت وكيل الدولة باش نقوموا بالتفتيش ديال البيت ديال الوالدين ديال حميد. نعم اش كتسنى؟ شغلكم؟ مازال معاهم في التحقيق يكون اخر صبروا شويه. لا لا بوليس بوليس عندنا امر بالتفتيش. فين بيت ولدك؟ يس ها هو سيدي. سلام كل واحد داخل انتو شطبوا لي الدار. اجي معايا لالا بيت قلبوه مزيان يلا. صاحبنا فنان شو اجندا عامله بالرسومات. سعيد اجمع لي هذاك الشيء. ما عرفتش انا واش هادشي بنين ولا انا اللي كنموت بالجوع. لا وصلي اسمحي لي ديما كنخليك تسني حتى كيجيك الجوع. بغيتك تشوفني قبيله جالسه مقابله التليفون امتى غادي يسرسر وعلاش جاب الله غادي تعيط باش تعتذر. ديزولي والله ما كنديرها بلا هاني. راه
هاد الخدمه ديالنا راه كتخلينا نشوفوا العجب. تصوري واش ملي كيشوف الانسان دراري باقين غير فراخ وهما كيبيعوا في الحشيش والقرقوبي، اش بقى الانسان ما يدير؟ ايوا والديهم كيسحبهم باللي عطاوهم شويه ديال الفلوس ولا خلصوا عليهم شي مدرسه مزيانه ولا شراو لهم الحوايج، صافي راه المسؤوليه ديالهم سالات. نبيل شي هاد المرافعات انا كنقيل وسطهم، وحتى انايا كنحل مشاكل لعباد الله، غيرو كان كنقد نفرق ما بين حياتي الشخصيه والخدمه. كسولي ما خصنا نهضر، يلا ما نحاولش نجيب شي حاجه الخدمه بصح. أجيب قريتي هذاك الشيء اللي كتبوا في الجرائد هاد اليامات؟ عطيه شي بيرة صافي كسبا وخسر. اش تطلق مني تعرفني انا طلع على ظهري يا نير صافي تطلق مني راه وقت لي والو راه انا بارك راه هو اللي ما عتبارو ما يا نير راه يوسف هكذا بارد عليك لما خرج هاد الزبله هذا عليا خرجو تما البار ديال بوك ونخرجو بوك بوك ما تطلق مني ما كاش كيسحب ليا كتغير عليا بحال هكا كضحك يا راشقة يا اش شيل I love you. فوالا هذا مجيه مجيه اخرى كيخصنا نعرفوا هاد الكارني وهاد الرسومات اللي خلى حميد شنو المعنى ديالهم. كاينين بزاف ديال لي زينيسيال خاصنا نعرفوا ماليهم وكلمة الركوع علاش كتعاود بزاف. بلاتي الله يرحم الوالدين سمعوني مزيان، القضيه ديال لي زينيسيال ما دخلتش في راس السيد كيتقلق كيتحشش كيقلب الكارني وتبدا يخرمس فيه كيعصم ليا القلوده عباد الله راسم بطه راسم شنو راسم بدوده شنو هذا الشيء هذا لي زينيسيال ما كاينينش. اسمعك احلام الله يخليك غتمشي للترمينال وغتحاولي تعرفي هاد الركو شنو يمكن لها تعطينا مين جات واش كاين شي واحد سميتو هكا فهمتي صافي اوكي مال هذا نساها عاوتاني نساها عاوتاني نساها اسمحي شنو هذه نسيت؟ كامي عرفتي هاد الرسومات فكرني فاش كنت في الوقت ديال لافاك كنت تنسهب بلا قياس دائما كنت تتلقى رسومات بحال هكا عندي في الجناب ديال الكتوبه. لا انا كيعجبني حاجه اخرى يعني طلع ها زيد السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال هذه ما شفتكم مجموعين والله الا كتفرحوا كتبانوا نور على نور.
واش عرفتينا هنايا؟ البوليس اسمحوا لي بالنسبه لرعيتنا ديرونجتكم شي بحال؟ يا خويا لا 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 تي نو ديرونج با جابك الله باش نشكي لك خوك كيخليني نبقى نتسنى من تنجلس هضرتو في عاي الخدمه يا ويلي واش يبين لك عاود تشكي لي عمر بلاتي جاوبني اش بان لك في هادشي نبيل انا عاده تيبان لي كارني عادي بحال اي اجندا لا 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 ما يمكنليش يكون عادي مين عادي على انت ملي كنتي كترسمي كل ساعه كتسيني ها انت كيرسم حيد خويا راسك كيرسم وفي الاخر روك روك ها روك شوف عندك الحق غادي نتصل لك بالطبيب النفساني اللي كنتعاملوا معاه هو اللي غادي يفسر لك هادشي مزيان شوف اخويا الله يرحمكم خلينا من هاد الروك وهاد الروك يدير لكم يلاه اللي بغى يمشي ياكل معايا شوينو لا غير سير اخويا صح مشيت تاكل شويه الله معايا الله ما كرهناش بالحق ندز ناخذ الحاجه عافاك وهي اللي ما تعاودش يلا شحال شحال هادشي شحال شحال شي سير يلا زعما تاكل خلص على راسي قال لك يلا تاكل الحفته مع راسك ايوه يلا اجيب الخروف اجيب الخروف ها زوين هادي شحال هاد زيد هادي شكرا اخويا هادشي لمن بزاف بزاف انت شربتي سكت هادشي راه للمناد الوليده خويا انا الله يخلف كليت وشبعت ماما الحاجه دير لي داك انتي عافاك الله يجعل البركه نبي اللي ما كليتي والو لا والله لا فوق بخير الحمد لله اشدي عندك عمك الصغار كيهرج الحضر علاش انا اللي ما عنديش اللي يقول لي كول 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 اودي كول شوف ديري معايا زون راه هو غادي يمشي بحال شون دارو انا لا نبقى معاك ويلي ما ناويش زعما تزوج انت ها ما ناويش تزوج واش الزوج كنا يخليه ايوا ودي انا باغاك تزوج ويلي كيو كلاش الزيتون الله يستر تاخذ شي واحد بحال اللي براك تبعينا داك زيت انت تولي زرزر ودابا شنو غير لا ماشي غير شنو نتزوج ها نتزوج كان غير الحب ديال الزيتون دابا عمر بصراحه ما عندكش شي وحده زعما مخبيه علينا ناري ما كيبغيش يهضر لي في الموضوع انا غنفاجئكم ماشي دابا ان شاء الله كنقولوا للنشاج كل واحد اش كيغني هو ملي كتوصل النوبه ديالهم كيبقى يقول فينا حماس كولي وكولي دابا كولي وكولي بهذا الشيء غادي يسحق لها الطعارس عافاك شويه بارك عليك والله ما ربيتي عافاك هذيك فينا حومة سكنة حلومة العارية العاقلة صفينا شنا بدا تيفرع انا المعلم عرفنا انا المعلم ما غاديش ندير شي حاجة اللي تضرك هاد الرسومات كلها عندها دلالات ومعنى وكتطابق مع نفس الذكاء اللي عند الضحيه ناخذ مثلا هذا الرسم الاول عندنا قرد كبير وقرد صغير هنا الضحيه في الرسم كتلاحظوا هنا كاين القرد الصغير اللي كيقدم الحلوى والبنان للمخلوقات عندها يدين ورجلين وراس هنا الضحيه كتبغي تقول بانها هي اللي كتطعم مجموعه ديال المخلوقات اللي ضعف منها بالنسبه لركوف الفلوس روكو في فلوس يعني ان روكو يساوي المال روكو يساوي لارجون واخا وهذه الرسومات الاخرى شنو المعنى ديالها هذه الرسومات هي عباره عن صراعات داخليه نفسيه اللي بطبيعه الحال كتعيشها الضحيه داكشي اللي كنت نقول لكم السيد راك مقرقب سعيد واخا لاحظنا انه فيما كيرسم كيخلي هاد كيكتب هاد روكو شنو المعنى ديالها جو بونس اما لقب اما اسم بوتيتر انه مود باس بالنسبه لافراد العصابه ولكن يا دكتور راه ما في لي ريغيرش وما توصلنا حتى شي حاجه واخا سيدي بارك الله فيك يا دكتور لا عفوا سيدي حنا الاشاره وين وصلتوا حنا خدامين خبر تسرب بالصحافه وهاد المساله راه ماشي في صالحنا من اليوم نبغيكم تعطوني نتائج ملموسه نتائج للراي العام ولكن راه حنا كنديروا اكثر من جهدنا نعم سيدي الناس ما كتعرفش هاد الشيء ماشي شغلهم الناس خصهم للمجرمين نقبطوا عليهم والبلاد تنا منهم واخا داكور الله الله
الو الو وي فين فين قلتي؟ صافي صافي عرفتها، واخا حنا جايين، حنا جايين دابا. وحيدوا لي المزرعة كما جي على خاطرهم. مغص من النبي الليلة بوكو دكو ما عرفتش ولدي فين كتجيب هاد الهضرة. سوبر مارشي. غادي تسرق لك شراب اتي. هو جا امس الخير. عالسلامة ولدي. جا وليدي جيت فوجاج. سكت سمعلو طير له. مالو من اللي خدمه خدمه وهاكا داير واش فراسك؟ قالك مك هاد عمك كاين لا فرنسا لا والو حتى تكون انت ايوا علاش فيها؟ بقي متبع هاد الولد عندك هذا الا بقينا متبعين والله الا مشيت لبني من الليل ندهي غير في هاد الخدمه هادي اجي بدا شنو مع داك الروخ؟ تصور يا امي شنو شفت اليوم؟ واحد الولد ضرب موموس. يعوذ بالله من الشطارة جيم. وعلاش؟ علاش؟ شوف انت مقطوع مقرقب شام انت ماك مقلقاتش اخي موال فين كنشوفوه؟ ما عرفتش كنحيدو حنا من هاد المصيبة هادي كيما مشيت نجيبو هاك بعدا مشرب هاد الكويسان بصح الله ما خص بنا بيا هاد الولد عندك ماشي ديال الصفرا هو قلب لنا دراما شاب تحت نوبة حاجة إلى المخدرات القرقوبي يقتل أمه بطعنة سكين شفتي أش كتبت الصحافة الصباح أمات الصحافة وكدير خدمتها أقرأ قرأ ألو 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 صباح الخير صباح الخير كاين شي جديد انا سينيالي خرجت هادشي هاد الصباح بون شنو غنديرو دابا تعالوا شكون روحو اها شكون معايا؟ الو الو قول لي هاد المكالمه اللي دابا جاتني ما تافيشاتش عندك النمره ديالها صاف صاف ميرسي العنوان تعرف لي شكون مولاه التليفون ديالو اي حاجه جيبها لي يلا نبيل
نبيل شو وقع؟ الرغو الرغو؟ أجي معي ونفهمك. يلا معنا في الاستماع ونخبركم التحقوا بنا. الو وي احلام. اها شنو اسمو؟ الحمداني بوجمعه روخو والعنوان ديالو هو هذاك. اجي واش عنده سوابق؟ مزيان ميرسي احلام الله يعاونك. روكو هي روخو كي قلنا. سير نجدا 15 نجدا 15 كون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خويا هاد الطوموبيل اللي هنايا مضروبة ديالكم؟ بوليس. حمداني بوجماعة هنا؟ لا عندنا أمر بالتفتيش. بوليس كل واحد دار خمزة. شحال هادي ما شفتيش؟ شوف لالا حنا مقدرين الصدمه ديالك وهاد السكت ديالك ما غاديش ينفعك. يا اما غادي تعاوني معنا يا اما غادي نعتبروك شريكه معاه. شريكه معاه؟ انا ما عمرني كنت كنعرف راجلي باللي كيتاجر في المخدرات. شحال هادي ما جاش لدارو؟ 4 أيام. أمال فين كيعيب بحال هكدا يومين ثلاث أيام 4 أيام ما يعيطلكش؟ لا كيتصل بالحق. هاد المرة تشوشت عليه وعيطت ليه التليفون ديالو ما تيردش. ومنعتو كيغيب عليك هاد المدة كلها؟ كتعرفي رجال الأعمال ما عندهم وقت. وي كوميسار اندرا لقيتوه؟ لا ما لقينا والو. نبغي الفيلا تبقى تحت الحراسه 24 ساعه على 24 ساعه، وحتى مراتو ما تخليهاش بوحديها. يمكن تتصل بيه وتعلمو. كون عاني ساعه العميد. لا لا رحنا ردي البال. مع السلامه ساعه العميد. واخا لالا شحال هادي باش مزوجين؟ النجدة تلتحقوا بالمركز، كنطلب تغيير السيارة، حنا غنبقاو في مهمة. وخدتو غادي ندينا باش نشوف. في الآخر يا شرا، صح القمة. الو وي عمر. اف انت لاباس؟ ياك اتفقنا اليوم نتعشاو ونقصرو جميع. ولا اسمح لي اسمح لي اخويا والله الا نسيت والله الا مشات من بالي. نالي 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 صافي صافي قطع خلينا نعيط الملال. انت هضر اخويا هذا سطاك صح. الو الو
نبيل حمق هذا اش نقولها؟ والو قطعته لا لا ما خدمش شوفوا احلام وي وي احلام الدنيا هانيه الدنيا هانيه لا تهنا الدنيا هانيه يلا الله يعاونك شنو عندكم شي برد تما؟ بسلام درني وانا شاكي لهيج البلد مولاي وفرج عليا بيضرني انا شاكي لهيج البلد بيضرني وانا شاكي لهيج يا قلت لك ما تحاولش تعيط لي في هذه النمره يا قلتها لك ياك لاباس لا والو كاين حتى شي حاجه تبغي تنحيد عليا هاد البلا بحالي ولكن انت كنشوف عندك الكارو عمرك شفتي شعر سمعي ودير بحالي كل كوكو نبيل وي كوميسار التحقوا بنا لقينا صاحبنا نعم فين واخا اعطيني العنوان صافي صافي عرفتها في المواصلات سيرتنا بسيارة نقل الأموات جدي هذا منال اهلا اهلا بخير هذا الملف شاطني شاب بحال هذا ما عنده السوابق وارتكب جريمة بحال هذه هو الشيء يقول في هذه المسألة هو اعترف بالمنسوب ليه ولكن انا حاولت في المرافعة ديالي نوضح لكم الظروف اللي خلات المتهم يعترف بذنب يقدر يكون هو ما ارتكبوش هاد المرافعة يمكن تخفف من هاد العقوبة خاصة إلا اقتنعت بها المحكمة كيمكن لها تخلي هاد العقوبة اللي هي ضرورية موقوفة تنفيذ نشوفك من بعد ونفسر لك هادشي إن شاء الله مع السلامة ماشي بزاف صافا الحمد لله وانتي صافا الله يسلمك اش اخبار خالتي عمر الحمد لله صافا نبيل كيس كليا الروخ لقيناها مشنوق القديم واش تصرت ليا ما فهمتش كيفاش واحد بحال روخو يشنق راسو بهاد السرعه هادي ما يمكنش علاش ما يمكنش حس بكم قربتوا ليه خاف عرفتي الخوف شنو ممكن يدير في الانسان خصك تشوف هنا في المحاكم عندنا شحال ديال القضايا ممكن منال منال اسمعيني الروخو ماشي من هاد النوع ديال هاد الناس وشنو زعما شي حد هو اللي قتلو
هادشي اللي كيبان ليا. والسبب؟ انا ما نقولكش شنو هو السبب، غنقول شنو هو الهدف. الوغ شنو هو الهدف؟ الهدف ديالهم هو يبينوا لنا باللي هو راس العين باش نوقفوا التحقيق. نبيل. ها؟ وانا ماذا انتي؟ انا فين من هادشي كله؟ حروفو في جميع الصور، تمنيت نشوفو في كاس البلار، وبغيت نشوفو في جميع الصور. غنيت وشكيت، غنيت وشكيت، انا غنيت وشكيت، غنيت وشكيت. شكرا شكرا. ها كي جيت انا غنيت لك كيف قلت لك. ها شيماء، غدا غادي نقدمك للحاج همي وخويا نبيل، ومن هاد الساعه هادي اعصبي راسك مرتي. كنا نسمات كنا معانا جمره نجمات انا وياك، واليوم سولت عليك العود، سولت عليك الناي. ملي يشوفو كيشدو ثلاثة السوايع وسقطو في عين الدرا حتى ولا كيوقف في راس الدرب. كنت خايف إلا كان كوميسير. يلاه شوفني دابا. أحلى. يلاه ميرسي. ريبوز توا بيان. يلاه تشاو. إيكوت نوبلي با الموبل باش نشوفو أنسومبل. واخ يلا شوف شوف هاد اللعبة شوف. خويا في غلطه شوف هاد اللعبه ما كيدير والو. لا بس انا شفتي داك طاح ديال ديك الخطره عاقل عليه غير لعب ربي يهديك الله راني غادي نوريك انت غتشوف نبيل يا نسوان في غادي يا بحال ديما شكون كنت كنقول كوكو نعم كنت كنجمع النصائح شحال هادي ما عودتي هنا سنين مع الخدمه بزاف وايلي خدام غير بوحدي. اسمعني بلا ما تسد راسك شتي داك خينا حس براسو غادي يتشد واش نقراسو صوب شي حاجه غير بوحدو. لا 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 سمع سمع الدراري وي اجاو لي راجل كلكم هاد النهار معروضين عندي اللي بغى يشرب شي حاجه غادي دوموندي. يلا يلا طلب راسكم يلا ديش انت اخويا هاد الكراميل. لا ما فخباركمش اليوم جا واحد الرابيل مقرمم مزيان وراه عليها راش قالي وعلاش ما تلصق عليا جا ضحكوا مع راسكم. اسمع شوف اخويا الكريديات اللي كانوا عندي ما بقاوش الشيكات اللي كانوا كيتساوني دفعتهم
واحد المطيرقه كانت تضربني في راسي تهنيت منها. دابا كاتاي قهوه عصير اللي بغيتو يلا غير طلبوا. يا اليوم شي عشيو على حسابي. الله ديما هادولاش يلا عطيني الكوكب تسير شرب قهوه مع راسك. برافو على بي برافو. خذها دابا. عمر نوض في بلاصتك. يلا نوض. خلي الناس نوض. يلا صافي الليل نوض. ديني الناس ديني الناس. هو هذاك الشيء فاسك خطبت بصح حيت والله خطبت غنيت مزيان غنيت في الخطوبه ديالي. تسولت عليك العدو وتقول عيوس صافي سكت وحول لها الفيق مالك ما عودنا ما عودنا وحصل صافي شكرا لا صافي سيب حالي. لا غير زيد أسيب أنا صابر فراش شكي ما عندنا بلاد هاك يا يلا بسلام صباح الخير. واجلس وحيد صباح الخير صاحبي شحال لصقع يلا خمد خمد ما تغنيش ما تغنيش الله يحفظك تفيق الوالد صافي غني غير فخاطرك كفر معاك الدوق. تصبح على خير. طفى الدوس من صباح على خير.
نسدنا حلوما يا لا 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 يا أخوك علاش 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 عمر علاش علاش نبي جن هذا الخير اللي احنا عايشين فيه هذا الخير ديال باك الله يرحمه هذا الخير ديال با تفل عليا نبيل واش راس الفا عايش معايا في الدار وانا كنقلب عليه نبيل لا نبيل نبيل لا هذا اللي خوك في الغنية سولي شنو دار سولي ولدك شنو دار سر لي شنو واقع نبي سولي سولي هاد الخير اللي حنا كنعيشو فيه منين جانا سولي منين جانا وكل لماك منين جاك مبا مني مات ما خلى عندنا حتى ريال نبي نبي وقف سر لي شنو دار وخلص وقف نبي قول لي شنو كاين انا ما فاهمه والو قول لي شنو كاين